شريكك ولا ايه بالظبط؟ مين ده؟ مين انت؟ انت ايه اللي خلاك تتكلم انت؟ انت اخوها ولا ابوها ولا جوزها؟ ولا انت امها ولا عمتها ولا خالتها؟ الناس دي اغراب يا جناب العمده، وايه اللي دخلهم علينا يتكلموا في العائلات؟ سبحان الله اللي ماشيك معاهم دول، انت تتشبه. طب اهدى يا نفسك كده بس. يا سافل يا قليل الادب يا عديم الضمير. احترم نفسك بس بس امسك. ولا لازم ادب ومشي بطال يا سافل. تغلط في الناس، هم كل اللي في مصر وكل اللي بيسافروا يتعلموا في مصر. يبقى بس بتتكلمي مع الناس. ما تبص بس. بقول لك ايه؟ احنا مش هنمشي من هنا غير لما شيماء تيجي. ونشوف بقى ساعتها اذا كانت عايزه تقعد معاك ولا هتيجي معانا. مظبوط كلامك صح، احنا مش هنمشي من هنا. انت تطلع من الباب. يا عبد الحميد ما يصحش الكلام اللي بتقوله ده. فعلا غلطان انا، ما يصحش يا سجانه بالعمده. هي كمان تطلع معاها. اتفضلوا نطلع بره. ايوه حاضر هنطلع بره. شيماء خد يا شيماء، خد يا شيماء، هات السلاح بره. خد يا ورا شيماء، ثقه الحرامي بسرعه ايه ده؟ هخرب بيتك. لسه ما تطلع السلاح. انت ما عندكش دم ولا ضمير. ايه الوحشيه دي؟ انت عملت ايه يا عبد الحميد؟ سيبها يا عمده، دي بنت عايزه تقطع رقبتها. ايوه طبعا عايزه تمشي على حل شعرها. قطع لسانك. طب قدامي دلوقتي، قدامي عبد الحميد عايزك كلمتين قدامي. انت فيك حاجه؟ انت كويسه؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي. رب العزة يخرب بيتك. تعالي. استنى روحها فين؟ بتعملي ايه؟ يا روحي يا مغلولة، انت بتعملي ايه بس؟ استنى خلاص، اتفقنا على حاجة. خليني اتعلي يا نفسي، خلاص. هو ايه يا مغلولة؟ ورحمة أمي ما تحسيني. ما تقلقيش يا شيماء. معقولة اللي انت عملتيه ده؟ انت كانت هتموت في ايدك. انا مش جلجلة مش خايفة، ولو خرجت على رجليها دلوك هقتلها تاني. تبقي مجنونة بقى تروحي في داهية في واحدة زي دي؟ يا خلاص ما عادش فارق معايا حاجة. لا ازاي، انت تهمينا تهمينا كلنا، بعدين مستقبلك يهمنا، والا ما كناش جينا هنا. عجبك اللي عملتيه ده؟ والله عال بقينا قتالين قتل. امال اطلعي معايا على البيت بدل ما بقيتك جوه الاسم. هو كده ثواني بس، اهدى على نفسك كده وامسك العقل. ولا اقول لك؟ براحتك، روح الاسم. لو راجل كده وذكر